السلام عليكم أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي، نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع حل وشرح نص الفهم القرائي بعنوان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. مولده وصفاته رضي الله عنه: من دوحة عالية النسب، طيبة العنصر، شريفة الأصل، انحدر هذا الفتى الذي ولد بمكة بعد عام الفيل بعامين، واسمه عبد الله بن أبي قحافة ابن عامر، وكنيته أبو بكر، ولقبه الصديق لأنه اشتهر بالصدق، ولأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في البعثة وفي حادثة الإسراء. كان أبو بكر رضي الله عنه نحيفا، أبيض الوجه، خفيف العارضين، كثيف الشعر، وكان عالما بأنساب العرب وتاريخهم، وكان محبوبا يألفه الناس ويحبونه، وكان تاجرا للقماش رضي الله عنه، بلغ رأس ماله 40,000 درهم أنفقها كلها في نصرة الإسلام فيما بعد. وقيل له: ماذا أبقيت لعيالك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وكان أسيفا رقيق القلب، أسلم على يديه كثيرون، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. مواقف الصديق العظام: كان أبو بكر رضي الله عنه قرير العين بالدعوة النبوية، وينتظر اللحظة التي يخبره فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، فاستعد لذلك وابتاع راحلتين واعتنى بهما، وكان يعلفهما صباحا مساء بنبات الصحراء الذي يقوي الإبل ويجعلها أكثر احتمالا للمسير. وبعد 4 أشهر أذن للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فخرج ليلا من بيت أبي بكر رضي الله عنه، وانطلقت أعظم رحلة للهجرة، لأن الإسلام بعدها لم يعد محصورا في قلوب واجفة، بل بدأ انتشار النور والطمأنينة. ثانية 2: وفي الغار كان أبو بكر رضي الله عنه رفيقا وحارسا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، صدق الله العظيم. وكانت ابنته أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق تأتيهما بالطعام. وبعد مغادرتهما الغار ظل أبو بكر رضي الله عنه صديقا حريصا على صاحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، محبا له. ومن ذلك أنه أثناء سيرهما في القفار، أي في الصحراء، في الطريق إلى المدينة، وفي ظهيرة قائظة أي شديدة الحر، حلب شاة وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم اللبن. قال أبو بكر رضي الله عنه: فشرب حتى رضيت. في المدينة المنورة أسهم أبو بكر رضي الله عنه في بناء مسجد قباء والمسجد النبوي. وفي غزوة بدر صار أبو بكر رضي الله عنه مدافعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الغزوات بعدها كان قائدا شجاعا يذود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كلمة الحق. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته عائشة رضي الله عنها، فكانت هي وأبوها أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، أول الخلفاء الراشدين. ولما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة صعد المنبر، فكان مما قال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة. وظل هذا الصدق والعدل والتواضع والزهد منهجا لأبي بكر رضي الله عنه حتى وفاته في 22 من شهر جمادى الآخرة في 13 من الهجرة، وعمره 63 عاما، وكانت خلافته 2 و3 أشهر تقريبا، ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تأبين أبي بكر رضي الله عنه:
رحمك الله يا أبا بكر، كنت والله للإسلام حصنا، لم تضلل حجتك ولم تضعف بصيرتك، كنت قويا في دينك متواضعا في نفسك، فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. أقرأ الفقرة الأولى والثانية من النص قراءة صامتة مدة 5 دقائق، ثم أجيب عن الآتي: أضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي. لقب أبو بكر الصديق أبو بكر بالصديق لأنه اشتهر بالصدق، هذه عبارة صحيحة. أسلم على يدي أبي بكر رضي الله عنه كثيرون، هذه عبارة صحيحة أيضا. ب اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي: ولد أبو بكر رضي الله عنه قبل عام الفيل بعامين، بعد عام الفيل بعامين، في عام الفيل، بعد عام الفيل بعام واحد. الإجابة الصحيحة أنه ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل بعامين، هذه هي الإجابة الصحيحة. بلغ رأس مال أبي بكر رضي الله عنه 40,000 درهم أم 4 دراهم أم 14 درهما أم 24 درهما؟ الإجابة الصحيحة هي 40,000 درهم. جيم أجيب عن الأسئلة الآتية: ما نسب أبي بكر الصديق؟ نسبه رضي الله عنه هو عبد الله ابن أبي قحافة ابن عامر، نسبه هو عبد الله ابن أبي قحافة ابن عامر. عرف عن أبي بكر رضي الله عنه حبه للصدقة، أذكر على ذلك دليل أدلل على ذلك، حيث بلغ رأس ماله 40,000 درهم أنفقها كلها في نصرة الإسلام. إذن الدليل على حب سيدنا أبو بكر الصديق للصدقة أنه أنفق 40,000 درهم في نصرة الإسلام، وهي رأس ماله كله. هذه 40,000 درهم رأس ماله كلها أنفقها في سبيل الله وفي نصرة الإسلام. آتي بالمطلوب ثم أضعه في جملة مفيدة. مفرد العلماء أو مفرد علماء، مفرد كلمة علماء عالم، علماء مفردها عالم، نضعها في جملة فنقول: يسعى العالم لتقدم الوطن. جمع غزوة، جمع كلمة غزوة غزوات. ونضعها في جملة فنقول: شارك أبو بكر رضي الله عنه أو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في غزوات كثيرة. مثنى عام عامان، ونضعها في جملة مفيدة نقول: ولد أبو بكر رضي الله عنه قبل عام الفيل بعامين. ضد جبان، ضد كلمة جبان شجاع، ضد كلمة جبان شجاع، ونضعها في جملة مفيدة. الولد شجاع كالأسد أو مثل الأسد. مرادف أسيف،
معنى كلمة أسيف أي سريع البكاء. معنى كلمة أسيف سريع البكاء، ونضعها في جملة مفيدة. كان أبو بكر رضي الله عنه سريع البكاء. أبين معنى الكلمات الملونة مستعينا بالسياق، لأن الإسلام بعدها لم يعد محصورا في قلوب واجفة. كلمة واجفة يعني مضطربة، كلمة واجفة يعني مضطربة أو خائفة. مضطربة معنى كلمة واجفة مضطربة. كان قائدا شجاعا يزود عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى كلمة يزود معناها يدافع، يزود أي يدافع. معنى كلمة يزود أي يدافع. كان أبو بكر رضي الله عنه قرير العين. معنى كلمة قرير يعني مرتاح البال. قرير العين يعني مرتاح البال. اكتب معنى الفعل انحدر في الجمل الآتية بالاستعانة بالسياق. انحدر الدمع من عينيه. معنى انحدر هنا في هذه الجملة أي نزل. انحدر هنا معناها نزل. نزل الدمع من عينيه. من دوحة عالية النسب انحدر هذا الفتى. هنا كلمة انحدر في هذه الجملة معناها ولد. ولد. انحدر من قمة الجبل. معنى كلمة انحدر في هذه الجملة معناها سقط. انحدر أي سقط أو وقع. أفهم وأجيب. أعدد صفات أبي بكر الصديق الخلقية والخلقية. صفاته الخلقية والخلقية. صفاته الخلقية أولا، صفاته الخلقية كان رضي الله عنه نحيفا، وكان رضي الله عنه أبيض الوجه. نحيفا وأبيض الوجه. وكان أيضا رضي الله عنه خفيف العارضين كثيف الشعر. خفيف. أما عن صفاته الخلقية رضي الله عنه فقد كان صادق شجاع. كان صادق وشجاع وعادل. اتصف بالعدل رضي الله عنه. والتواضع والزهد. وأيضا التواضع أو متواضع. وكذلك الزهد. وكان رضي الله عنه زاهدا. ما نوع الراحلتين اللتين اشتراهما أبو بكر رضي الله عنه؟ نوع الراحلتين الإبل. نوع الراحلتين من الإبل. وأدلل على ذلك، أدلل على إجابتي من النص. كان يعلفهما صباح مساء. كان رضي الله عنه كان يعلفهما صباح مساء. وكان رضي الله عنه أيضا
كان يعلفهما صباح مساء بنبات الصحراء. بنبات الصحراء ليقوي الإبل ويجعلها أكثر احتمالا. الذي نبات الصحراء هذا الذي يقوي الإبل ويجعلها أكثر احتمالا. لما اشترى أبو بكر رضي الله عنه الراحلتين قبل أن يؤذن بالهجرة؟ اشتراهما رضي الله عنه استعدادا للهجرة. إذن اشتراهم رضي الله عنه استعدادا للهجرة. رقم 4، من خطبة أبي بكر رضي الله عنه في الفقرة الثالثة أوضح الدليل على تواضعه رضي الله عنه. في خطبته رضي الله عنه قال كلاما يوضح أنه متواضع رضي الله عنه، حيث قال لست بخيركم. من نص هذه الخطبة قال لست بخيركم، وهذا دليل على التواضع. لست بخيركم، وأيضا قال فإن أحسنت أعينوني وإن أسأت فقوموني. إن أحسنت أعينوني وإن أسأت فقوموني. اقتربت صلاة الظهر فقوموني. أدلل من النص على نصرة أبي بكر رضي الله عنه للإسلام، حيث أنه رضي الله عنه أنفق رأس ماله كلها في نصرة الإسلام. أنفق رأس ماله كله في نصرة الإسلام، ورأس ماله كله 40,000 درهم. أنفقها كلها رضي الله عنه في نصرة الإسلام. أضع عنوانا مناسبا آخر للنص، وهو يمكن أن نضع أكثر من عنوان، هناك عناوين كثيرة ممكن أن نضعها لهذا النص، مثلا الصديق الصدوق. الصديق الصدوق هذا يصلح عنوانا، ويمكن أن نضع عنوانا آخر، ثانية اثنين، هذا أيضا يصلح عنوانا، ويمكن أن نضع عنوانا رفيق الرحلة. هذا أيضا، هذه كلها عناوين تصلح أن تكون عنوانا آخر لهذا النص. أكمل الخريطة المعرفية الآتية عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. مولده، يمكن أن نقسم هذا الموضوع إلى أفكار: مولد ونشأة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مولد ونشأة
سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مواقف الصديق العظام، مواقف الصديق العظام، أيضا هجرة الرسول مع أبي بكر الصديق إلى المدينة، هجرته إلى المدينة، وأيضا صفات أبي بكر الصديق الخلقية والخلقية، صفات الصديق رضي الله عنه الخلقية والخلقية، الكلمتان نفس الحروف ولكن يختلف التشكيل، الخلقية والخلقية. أحلل: على ما يدل قول أبي بكر رضي الله عنه فشربت فشرب حتى رضيت؟ هذا القول يدل على حب أبو بكر الصديق رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم، يدل على حبه للرسول صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على إيثار أبي بكر رضي الله عنه، وإيثار الصديق رضي الله عنه. حدث الهجرة من أعظم الأحداث في تاريخ الإسلام، لذلك جعل منطلقا للتاريخ عند المسلمين. أذكر الدور البارز لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غير ما ورد في النص. من غير النص في أحداث الهجرة أن أبو بكر رضي الله عنه كان الصديق يمشي أمام الرسول مرة، أمامه ساعة، ومن خلفه ساعة، وعن يمينه ساعة، وعن شماله ساعة، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: أذكر الطلب؟ فأجاب أبو بكر رضي الله عنه: أذكر الطلب، فأمشي خلفك، وأذكر الرصد، فأمشي أمامك. وهذا يدل على حب الصديق رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما لم يرد في النص. قال علي رضي الله عنه في تأبين أبي بكر: كنت والله للإسلام حصنا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الصديق رضي الله عنه أن معنى هذا الكلام أن الصديق رضي الله عنه كان مدافعا منيعا قويا ضد أعداء الإسلام رضي الله عنه وأرضاه.
عثمان، أربعة، عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص. ماذا ألاحظ في كلمة ابن؟ ألاحظ أنه حذفت الألف من كلمة ابن، لأن كلمة ابن إذا وقعت بين اسمين تحذف الألف، لأنها وقعت بين اسمين فتحذف ألفها إذا وقعت بين اسمين. عثمان هذا اسم، وعفان هذا اسم، فوقعت ابن بينهما فحذفت الألف. وسعد ابن اسم، وأبي وقاص اسم، فحذفت الألف من كلمة ابن. ما الثمرات المستفادة من هذا النص؟ نستفيد من هذا النص أولا أهمية الصحبة أو أهمية الصاحب، أهمية الصاحب، فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أيضا من الثمرات المستفادة من هذا النص التحلي بالأخلاق الحسنة، التحلي بالأخلاق الحسنة مثل أخلاق سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أيضا من الثمرات المستفادة من هذا النص أنه يجب علينا نصرة الإسلام والدفاع عنه، يجب علينا نصرة الدين والدفاع عنه. أيضا من الثمرات المستفادة الحرص على الإنفاق في سبيل الله، هذه كلها ثمرات ودروس مستفادة من هذا النص. أحاكي الأسلوب اللغوي، أيما أبلغ في نظرك، أبو بكر قائد شجاع أم نعم القائد الشجاع أبو بكر، وما السبب؟ هذه العبارتين الأبلغ فيهم هو نعم القائد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أو نعم القائد الشجاع أبو بكر الصديق. لماذا؟ ما سبب أن هذه العبارة أبلغ من الأخرى؟ سبب ذلك لأن كلمة نعمة تؤكد المعنى، لأن كلمة نعمة تؤكد المعنى، تؤكد المعنى وتثبته، كلمة نعمة هنا وهي تندرج تحت أسلوب المدح فهي تؤكد المعنى وتثبته في ذهن السامع. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، قال الله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. اقرأ الآيتين بترتيب ثم أجيب. من المخصوص بالمدح في الآية الأولى؟ المخصوص بالمدح في الآية الأولى: واعتصموا بالله مولاكم، فهو سبحانه وتعالى نعم المولى، فالمخصوص بالمدح في الآية الأولى هو الله عز وجل، الله عز وجل هو المخصوص بالمدح في الآية الأولى. ما الصفة التي امتدح الله سبحانه وتعالى بها نفسه في هذه الآية؟ صفتين هما المولى، أنه هو المولى وهو النصير. الصفتين أنه هو سبحانه وتعالى المولى، وأنه هو سبحانه وتعالى النصير. ما المقصود بالذم في الآية الثانية؟
في الآية الثانية: المقصود بالذم هم الكفار. ما الشعور الذي ينتاب المسلم عند سماع هاتين الآيتين؟ عند سماع هاتين الآيتين المسلم يشعر بالفخر لأن الله أنعم عليه بنعمة الإسلام. إذن الشعور هو الشعور بالفخر، الشعور بالفخر والحمد لأن الله أنعم علينا بنعمة الإسلام. الشعور بالفخر والحمد على نعمة الإسلام التي أنعم الله بها علينا. أمدح ما يستحق المدح وأذم ما يستحق الذم، مما يأتي مع مراعاة صحة الضبط على غرار المثال الأول. التضحية نعم الخلق، التضحية القدوة الحسنة، نقول مثلا نعم هذا مدح، القدوة الحسنة هذه القدوة الحسنة، هذا شيء أو خلق حسن فنمدحه فنقول نعم القدوة الحسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم القدوة الحسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قرين السوء، هذا شيء يستحق الذم لأنه سيء، فقول بئس قرين السوء الهوى، بئس قرين السوء الهوى. هنا أذم الهوى لأنه قرين سوء. النفاق، والنفاق هذه صفة سيئة غير محمودة والعياذ بالله، فنقول بئس الخلق النفاق، بئس الخلق النفاق. تفكير إبداعي، هناك مواقف في مدرستي تثير إعجابي ومواقف أخرى تثير استيائي. بالتعاون مع أفراد مجموعتي أكتب أكبر عدد ممكن من أساليب المدح والذم. نقول مثلا نعم التلميذ المؤدب، أقول نعم المعلم المخلص في عمله، نقول بئس الطالب أو التلميذ، بئس التلميذ الذي لا يحترم معلمه. نقول أيضا بئس المعلم المهمل في عمله. نعم المدرسة النظيفة، وهكذا.
أغني أو أغني ملف تعلمي. قال الشاعر: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل. أبحث في الشبكة العنكبوتية عن قائل القصيدة وأنسخ الأبيات. قائل هذه القصيدة هو حسان بن ثابت. قائل القصيدة هو سيدنا حسان ابن ثابت رضي الله عنه، شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. والقصيدة في مدح سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ومن تكملاتها: خير البرية أتقاها وأعدلها، إلا النبي وأوفاها بما حمل، وأوفاها بما حمل. والثاني الصادق المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل. وثاني اثنين في الغار المنيف، وقد طاف العدو به، إذ صعد الجبل. هذا جزء من هذه القصيدة. هكذا أعزائي طلاب الصف السادس نكون قد أنهينا حل نص الفهم القرائي. ألقاكم على خير بإذن الله تعالى مع الاستراتيجية القرائية. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.